شدوا على ايديكم اخواني التونسيين. الف مبروك الى اخي وصديقي سليم طرابلسي الذي فاز اول امس بالحزام الذهبي للأرسويت. احيي كل التونسيين وعاش تونس شعبا ودولة، وكذلك اتمنى كل الخير لاخواني التونسيين. اذا الموضوعين في هذه يعني في هذا التدخل الذي عشوائي يعني لم يكن مبرمج، لكن راينا الهجمه الشرسه التي تعرض لها حفيظ دراجي وكذلك التغريده من فيصل القاسم. اقول لك اخي حفيظ دراجي والله يعني لو ما جاوبته كان احسن. يعني فيصل القاسم فقط اقول لك يا فيصل، حين تخون الوطن لن تجد ترابا يحن عليك، يوم موتك ستشعر بالبرد وأنت ميت. نعم، من يخون وطنه يوم يموت سيحس بالبرد. الوطن ليس أشخاص، الوطن ليس فلانا أو علان، الوطن عقيدة، الوطن أمانة، الوطن هي وديعة تركها لنا أجدادنا، وكل بلاد عربية لها حكاية مع الوطن تختلف، لكن حكاية الجزائر مع أحفاد الشهداء حكاية كتبت بالدم، يعترف لها العدو قبل الصديق. لا نتباهى بثورتنا أو بأجدادنا، لأن ليس الفتى من يقول كان أبي، بل الفتى من يقول ها أنا ذا. أخي فيصل القاسم أقول لك، ولا مع أنك لا تستحق كلمة الأخ لأنه من باع وخان وطنه، أقول هناك أناس سمعوا أن الوطن غالي فباعوه. نعم، هناك أناس إخواني سمعوا بأن الوطن غالي فباعوه. وأغلب سكوتنا أقولها لكل من يتربص بنا وكل من يعتقد أن سكوتنا كان يجب أن يفهم أننا نملك القدرة على الرد بالنار والحديد، لكن الذخيرة ثمينة والهدف رخيص رخيص بخيص وضيع خسيس. فهل نخسر ذخيرة ثمينة على هدف رخيص بخيس رخيص عسيس؟ أيها النزيل أينما كنت، توضأ قبل أن تقول كلمة الجزائر. أحيي كذلك إخواني المصريين لأنهم يريدون أن يسقطونهم في فخ الفتنة، وهذه الأوقات الصهيونية يعني التي اعتادوا عليها، فيعني أكملوا كل ما عندهم من ذخيرة، فالآن أصبحوا يريدون الفتنة بين الشعب التونسي والشعب الجزائري، فباءت كل محاولاتهم بالفشل، كل مشاريعكم. ليس فقط أننا يعني أن الجزائريين يعني خلاص هذه الأساليب الصهيونية أكل عليها الظهر وشرب، هذه الأفكار اذهبوا واطلبوا، لأنكم موجودين فقط على الفيسبوك. نحن على الميدان، نحن نشيد، نحن نتقدم. نعم، نحن متخلفين أو هناك مشاكل، هناك فساد، لكن نعمل ونحن نتقدم، هناك نتائج، الأرقام تظهر رغم من يكسر، رغم من لا يريد للجزائر أن تتقدم، لكننا نتقدم كوحيد القرن. يجب أن تعرف قوتك وقوة خصمك لكي تواجهه. أنتم صغار. قضية أنها الفلسطينيين انفجروا لما مصر قدمت قرار في الأمم المتحدة واتهموا مصر بالخيانة، ولا يعلمون أنه السلطة الفلسطينية والحكماء هما من طلبوا مصر. وكشفتها آنذاك. لا تتسرعوا في الحكم، لا تتسرعوا. أهنئ الجزائريين وأقول للمصريين أن السلطة، أو أقول الرجال حتى لا أقول السلطة، لأن السلطة تزول والرجال لا تزول والأوطان لا تزول. الرجال في الجزائر لديهم علاقات فولاذية مع رجال في مصر، فيحاولون مشكلة إثيوبيا وكأن الجزائر، نعم الجزائر تتقرب من إثيوبيا، ومصر على علم بكل هذه الأمور، وتعرف أن الجزائر تقربها من إثيوبيا لكي يحل المشكلة المصري، لأنه التقارب المصري الإثيوبي لم يجدي نفعا،
وفيه يعني زوم مكهرب جدا، وهذا هو سبب علاقة الجزائر مع إثيوبيا مؤخرا لإيجاد حل لصالح مصلحة مصر. فقط الكلام هذا ليس للسلطة في مصر، لأن السلطة في مصر سواء كانت دولة أو جيش يعرفون هذا ويعرفون قيمة الجزائر ويعرفون ما يحدث، لكنهم لا يتكلمون. أن يعني السلطة في مصر والرجال في مصر نفس يعني تربوا مع بعضهم بعض، يعني مع الثورة الجزائرية يعني نفس التفكير، لا يوم يعملون ولا يتكلمون، وهذه مشكلة لهذه الشعوب لا تعلم. أتمنى من أخواني المصريين أو المسؤولين المصريين الذين أحييهم أينما كانوا وأحبهم يعني، وعندي أصدقاء في كل مكان، أتمنى أن يخرج مرة من المرات خاصة الإعلاميين ويشرحوا بطريقة برسائل مشفرة لأخواننا كي لا يسقطوا في الفخ، ويتركون هذهم الثعالب الذين طبعوا وباعوا الذين التاريخ لن يرحمهم. حتى هم إخواننا في المغرب في داخلهم أحيي أنتهز الفرصة الذي عرفتوها على التيك توك الذي شاهده الملايين، المغربي سجن اليوم لأنه قال الحقيقة وفضح النظام الذي يضع العربات سجنوه اليوم، ويتمنى إطلاق سراحه لأنه لم يقل ولم يطعن في الملك، يعني تهمته الطعن في الملك في جلالة الملك، لكنه لم يطعن، قال الحقيقة التي يعيشها الشعب المغربي، قال لا تكذبون، توقفوا عن الكذب، توقفوا عن الهرطقة في الفيسبوك، توقفوا على بيع الوهم، توقفوا على يعني كما قالها العياشة. أخواني المغاربة توقفوا قليلا، نحن نعلم أن بداخلكم أنتم مستاءون وأنتم تعلمون أينكم ليقولون ستوب، توقفوا، سنقف كل شيء. إذن الله يطيل عليكم إخواني المصريين وأخواني الجزائريين تونسيين ليبيين أينما كنتم، الشعب الجزائري معروف أنه يحب الخير لكل الشعوب. أما قضية مصر الذين يريدون إدخال مصر الشعب ليس الرجال، لأن لا أريد أن أقول كلمة سلطة، لا أحبها صراحة، أعذروني لا أحب أقول كلمة سلطة، أحب أن أقول الرجال. نعم هناك خونة بيننا موجودين، عصابات مازالوا لحد الآن ككل دول العالم، حتى الجاهلون بيننا أقول لهم، حتى الخلافة الإسلامية كانت فيها خيانات، وأكثر خلفاء الإسلام قتلوا وغدروا ونحروا، لأن الكثير يعتقد وكأنه يعني نحن إكسبسيون لأنه لم يخرج من قوقعته. إذن أرجع إلى موضوع الأخير هي الهجمة الشرسة التي يتعرض إليها حفيظ دراجي، والكاميرا كاشي التي عملتها ما قاله يا أختي، أنا أسميك بيرسيجار كما يسميك كريم صديقك زميلك كريم، يعني وضيع كلامه كان باحترام، ومعروف الجزائري يستحي ولا يريد أن يجرح أي كان يكلمه، خاصة لما يكلمه باحترام، فتكلمينه في التليفون قال لك أنا لست ضد الشعب السوري وكل واحد حر ومن حق أي واحد يعني يتكلم في سوريا، نحن لا نريد يعني بصفة عامة أنه لا نريد الدم والخرابة لأي سواء كانت لسوريا أو العراق أو أي بلد آخر عربي. عكس الكثير أقولها للجزائريين، والله إخواني الجزائريين أن الكثير ينتظر وينتشي أن تنتشر النيران وتسيل الدماء في الجزائر، صدقوني، ونحن الجزائريين أنه عشنا الحروب وعشنا الدم وعشنا سنين الجمر لا نتمناها حتى لأشقائنا جيران السوء، كما نسمي بعضنا بعض، هم يسمون جيران السوء ونحن نقول جيران السوء، لكن ليس شعبا، بل نتكلم على مخزن أو على مافيا في أي جهة كانت. إذن يا سي فيصل القاسم، الكثير لا يعرف أنه باع نفسه للشيطان، الإنسان الذي لما يموت المئات يصرخ ويفرح ويقوم بعرس جهارا نهارا جهارا، يتكلم على التقارب كما رد عليه الأستاذ مردين وقال له إيه القطر علاقتها مع إيران أكثر من الجزائر ألف مرة، وتميم زار إيران، تبون لم يزور إيران،
ونحن يعني نحترم، نحن نتعامل بمصلحتنا، مصلحتنا يعني فقط يعني المصلحة، ونحترم يعني غير الآخرين. يعني الناس طبعت مع إسرائيل ولم يعني ولم يلاموا، يعني كذبوا على أنفسهم وصدقوا الكذبة. يعني أدعوكم أن تزوروا أطباء نفسانيين، صراحة أدعوكم أن تزوروا أطباء نفسانيين. يعني بصراحة أحيي عبد الحفيظ الدراجي على الدفاع على وطنه، وأي إنسان يدافع على وطنه أحييه أينما كان وحيثما وجد. لكن فيصل القاسم معروف بوك، يعني مجنون، يعني الإنسان الذي ينتشي لموت أهله وخراب بلده لا يستحق أن نتكلم عليه. ولا أطيل الكلام وأعيدها له إلى فيصل هذه الرسالة، يعني حين تخون الوطن لا تجد ترابا يحن عليك، يوم موتك ستشعر بالبرد 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 حتى وأنت ميت يا فيصل. هناك أناس سمعوا أن الوطن غالي فباعوه بأبخس الأثمان. المهم أحييكم أينما كنتم، أتمنى أن الرسالة وصلت إلى أخواني المصريين إعلاما وشعبا، أحييهم، أحيي أختي شادية وكذلك كل اليوتيوبرز المصريين الذين يتقاسمون فيديوهاتي. أطلب منهم أن يقصوا هذا الفيديو وينشروا على أوسع نطاق في مصر، خاصة لإخواننا في مصر، كي يعرفوا أن الخبثاء يريدون الفتنة بيننا، لكن هيهات. سلام. أتمنى من أخوان أخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. زي ما أنتم سمعتوا هذا هو البث، لا تنسوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.